مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث حول مستجدات الأوضاع المدنية في أبين وتقدم الجيش الوطني في جعار. قالت مصادر عسكرية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء احتدام المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، وأفادت المصادر بوصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى مشافي جعار وزنجبار وسط نداءات للتبرع بالدم. وبحسب مصادر محلية فإن مدنيين قتلوا خلال المواجهات وسط مدينة جعار، كما تعرض طفلان للدهس بدورية عسكرية في منطقة الجول. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل انتهت هدنة أبين التي قضت بمنع الجيش من التقدم نحو مركز المحافظة، أم أن هناك مواجهات هدفها إنعاش المفاوضات المتعثرة بشأن اتفاق الرياض؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. مجددا، أبين تدخل في مربع المواجهات بين ميليشيا الانتقالي والجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية. والخلفية للأحداث هنا وفق مصادر ميدانية تقول إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مباغتا على ميليشيا الانتقالي المتمركزة في جعار، نتج عنه سيطرة قوات الجيش على المدينة قبل أن تعاود وتنسحب إلى الجبال المحيطة لتأمين تقدمها وفق ما ذكرت ذات المصادر. أما الحصيلة فكانت سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء احتدام المعارك. مصادر ميدانية أكدت وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى مشافي جعار وزنجبار وسط نداءات للتبرع بالدم، مضيفة أن مدنيين قتلوا خلال المواجهات وسط مدينة جعار، كما تعرض طفلان للدهس بدورية عسكرية في منطقة الجول. وأشارت إلى أن سكان القرى الواقعة في مناطق المواجهات أطلقوا نداء استغاثة للأطراف المتقاتلة بفتح ممرات آمنة لهم وسط اشتداد القصف المدفعي. هذا وكانت مدينة أبين قد شهدت فترة من الهدوء الحذر بعد فرض هدنة من قبل القوات السعودية قضت بوقف تقدم الجيش نحو العاصمة المؤقتة عدن والعودة إلى الأروقة السياسية لبحث اتفاق الرياض العاثر. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار وزير الداخلية، وزير الداخلية عبد الرحيم العولقي. أهلا بك سيد عبد الرحيم. بداية، تحرك الجيش اليوم بهذه الطريقة، هل هو تصرف ارتجالي أم أن له ما بعده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الجيش لديه قيادة عسكرية وأمنية ولديهم خطط يعني حول التقدم إلى أبين ثم إلى العاصمة عدن. وما كان اليوم هو كانت عملية نوعية لاختراق المناطق الجبلية، ثم تم نزول الجيش إلى مدينة جعار وطلبت القيادة العسكرية من قيادة الجيش أو قيادة المحور العودة إلى المناطق العسكرية التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش في صباح هذا اليوم. وهناك نحن نحاول أنه بقدر الاستطاعة أن نحافظ على المدنيين وعدم يكون اشتباك في إطار المدن أو القرى الذي متواجدة سواء جعار أو المناطق ما حولها والمناطق الأخرى. وبإذن الله هناك في استعدادات قادمة وسنكون في قلب زنجبار في الأيام القادمة، لأن نريد بناء المؤسسات، نريد الأمن والاستقرار، نريد أن المواطن الذي عاش هذه الفترة من 2016 إلى يومنا هذا الوضع المزري سواء كان في زنجبار أو كان في عدن، نريد أن نعيد لهم الحياة والكرامة والعزة وتقوم الدولة بواجباتها نحو هذا المواطن الذي يبحث عن دولته وأمنه واستقراره. إذن سيد عبد الرحيم، هل يمكننا القول أن هناك عملية منظمة ومخططة، وهذه خطوة في إحدى أو من إحدى خطوات هذه العملية قام بها الجيش وخطط لها ولها ما بعدها؟ لا شك هذا الكلام. طبعا انت تدرك ان الجيوش لها قاده وتعمل لها خطط استراتيجيه، خطه الاولى والثانيه والثالثه، لذلك هذه تعتبر اليوم يعني احد البرنامج القادم
لتحرير أبين بشكل عام والدخول إلى زنجبار والحفاظ على المواطن وتجنبه أي اشتباكات مقبلة ما بين الجيش وميليشيات المجلس الانتقالي الذي عبثت بالأرض فسادة في عدن أو في أبين أو أي مناطق هي سيطرت عليها في المرحلة القادمة بسيطة. إذن سيد عبد الرحيم دعني أنقل تأكيدك هذا للسيد عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الجنوبية. أهلا بك سيد عادل. السيد عبد الرحيم العولقي مستشار وزير الداخلية يؤكد أن ما حدث اليوم كان مخططا له، ويعني هي ضمن خطة متكاملة وضعها الجيش. ف يعني ما الذي، كيف ترى ما حدث في أبين وما الذي يجري على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وتحية لضيفك الكريم الأخ عبد الرحيم العولقي مستشار وزير الداخلية الذي حدثك من أرض الميدان. واسمح لي ابتداء أن نعلق على التقرير الذي سبق الحلقة، ولم يكن صاحب التقرير موفقا في قوله أن الأهالي رفعوا نداء استغاثة لوقف الحرب. بالعكس، الأهالي خرجوا مبتهجين وفرحين ومهللين بدخول الجيش وقدوم الجيش حتى يخلصهم من هذه الميليشيات التي جثمت على هذه المناطق، جثمت على أبين وجثمت على عدن، بنت السجون السرية واعتقلت الناس وسحلت وأخذت الممتلكات. فكانوا يعني فرحين جدا جدا بدخول الجيش عندما وصل إلى منطقة الدرجاج وإلى منطقة المخزن، ثم توقل إلى جعار، ثم انسحب إلى الخلف وعادة موضع في الجبال المحيطة بجعار، فتكون المدينة مدينة جعار وضواحيها تحت السيطرة النارية للجيش، وتكون الميليشيات التابعة للإمارات تحت الحصار المطبق من قبل الجيش الوطني. سيد عادل، إذا كان هناك ترحيب وتهليل من قبل الأهالي بهذا التقدم، ما موقف الأهالي الآن بعد هذا التراجع؟ والله الأهالي غالبا أخي الكريم والمدنيين لا حول لهم ولا قوة، هذه المعارك تخص الجيش، لكن هم يعني تضرروا كثيرا من بقاء هذه الميليشيات خلال هذه الفترة كلها وأمراء الحرب. يعني تصور أخي الكريم عبد اللطيف السيد، هذا أمير حرب منذ 2011 وكان تنظيم القاعدة هو الكل يعلم بذلك، الرجل أمير حرب ويفرض الجبايات في جعار وفي زنجبار على أهل المحلات، على أهل الأسواق، على أهل التجارة. فكيف يا أخي الكريم، يعني كيف سيكون شعورك حتى أنت لو كنت في ذلك المكان عندما يسيطر عليك أمراء حرب يفرضون عليك الجبايات بالقوة، وإما أن تدفع أو مصيرك أو القتل مصيرك. فلا شك أن الناس يعني رأت في الجيش وفي الدولة وفي مؤسساتها منقذ لهم من هذه العصابات والميليشيات التي سيطرت على هذه المحافظة وعلى عدن خلال هذه الفترة. لتصحيح ما قلته سيد عادل، في التقرير ورد في التقرير أن الأهالي طالبوا بحماية من القصف الذي يتعرضون له خلال هذه المعارك، ولكن ما دلالة هذا التحرك في هذا التوقيت وما دلالة التراجع أيضا؟ والله يا أخي الكريم، التراجع ليس بالأمر الذي يعني تتصورها، يعني ربما المشاهد الكريم أو أنت أخي الحبيب يعني عدم المعرفة لتلك المناطق يعتقد أن التراجع كبير. لا لا لا، التراجع يسير جدا، وهو عبارة عن إعادة تموضع لترتيب الصفوف ثم السيطرة الكاملة على زنجبار وجعار. وأنا أقول لك يعني صريح العبارة، ويعني من منطلق ثقة، أن الخطوات التي أقدم عليها الجيش اليوم تعتبر هي أهم خطوات منذ بداية المعركة في رمضان. والمناطق التي سيطر عليها اليوم يعني لم يسيطر عليها خلال المدة الزمنية كلها، فهذا يعني يشكل يعني نقلة نوعية في تقدم الجيش نحو زنجبار وجعار. وأنا أقول لك إذا استمر الجيش على هذا الوتيرة أن خلال أيام سيكمل سيطرته على عاصمة المحافظة زنجبار وجعار وسينطلق إلى عدن. نعم، عبد الرحيم العولقي، هناك من يحلل ما جرى اليوم أنه فقط لتحريك المياه الراكدة على الأرض، ما ردكم؟ هذا كلام غير صحيح وغير واقعي. نحن هناك في استراتيجية لتحرير أبين وعدن، وما قبل اليوم هم من ضمن خطة عسكرية عدها قيادة الجيش لتوضع الجيش في مواقع هامة في أبين
وهذه المواقع طبعا زي ما قال الاخ والزميل عادل الحسني هي على مشارف جعار وعلى مشارف زنجبار، يعني من اهم المواقع الذي التموضع فيها الجيش منذ فتره طويله. من ضمن هذا العمل سيكون هناك عمل باذن الله يسيرا لتحرير زنجبار وبعيدا عن التدخل في المدن ويتضرر منها المواطن المعارك القادمة. هذا هو ما يهمنا ونحاول أن نتماشى مع الوضع بيسر، أن لا يكون هناك ضرر من قبل الجيش إلا إذا فرض علينا من قبل ميليشيات الانتقال أنه واجهتنا في مناطق سكنية، ولا هناك في خطط استراتيجية وسيكون هناك تحرير أبيان ثم عدن في الأيام القادمة بإذن الله. وهذا من أهم النقاط الذي وضعها الجيش اليوم، هو التموضع في مناطق مهمة لتحرير هذه المناطق. كنا نرجو أن يكون معنا في هذه الحلقة الرأي الآخر، أحد من المجلس الانتقالي لنستمع إلى أقوالهم، ولكن لم نجد أي رد منهم. سيد عادل، يعني هل تتوقع أن أنت أسميته تراجع بسيط، ولكن هل تتوقع أن للتحالف يدا في هذا التراجع أو إعادة التموضع، أم أنه تكتيك عسكري خاص بالشرعية وبالجيش الوطني؟ والله يا أخي الكريم، بالنسبة للإمارات العربية المتحدة يعني موقفها واضح وجلي، ويعني وحتى تحترمها أنها طرف واضح مع الانتقالي بالمال والسلاح والعتاد، لكن موقف المملكة العربية السعودية هو الموقف الضبابي والذي لا نستطيع أن نقرأ قراءة متكاملة في قضية الصراع بين الانتقالي والشرعية. أما بالنسبة للإمارات هي طرف واضح وصريح، يعني السلاح الذي تقاتل به الميليشيات هذا كل سلاح إماراتي، والدعم والسفن لا تتوقف، وتحريك كتائب من الساحل الغربي من نجار البقية اليافعي إلى ضباط من الحرس الجمهوري تبع طارق صالح، المعركة إماراتية بحتة. لكن الموقف السعودي يعني إلى الآن أنا لا أستطيع أن أقرأها قراءة مكتملة، لكن الذي يعني وصلني إلى المعلومات أن السعودية إلى الآن لم تتدخل في هذه المعركة لا سلبا ولا إيجابا. إذن أعود إليك سيد عبد الرحيم. السيد عادل يقول ليس لديه قراءة محددة وواضحة للدور السعودي في هذه المعركة، هل لديك قراءة؟ طبعا بالنسبة للاستراتيجية المعركة منذ رمضان إلى هذا اليوم، الأخوان الأشقاء في المملكة العربية السعودية لن يتدخلوا في وضع الحرب، وهذا بالنسبة قرار اتخذته القيادة السياسية. لابد من حسم الأمور لأن الوضع الإنساني في عدن صار إلى الأسوأ، الانتقال يتطاول كثير في العاصمة عدن وتسلط على مؤسسات الدولة، فهنا قرار سياسي لابد من حسم هذا الأمر، ولن يكون هناك عودة إلا بتحرير هذه المناطق، والشعب سواء في عدن أو الأهالي في عدن أو في بيان يبحثون عن أمن واستقرار وعن بناء دولة المؤسسات، وعن يعني ينظروا للمستقبل أن يروا أجيالهم في عالم آخر ليس ما نعيشه اليوم وما عشناه من سابق. بما أنه ليس لدينا في هذه الحلقة أحد من المجلس الانتقالي، سأسأل هذا السؤال إليك سيد عبد الرحيم، ألا يعد هذا التحرك وهذا التقدم في أبيان خرقا للهدنة التي أعلنت بشأن أبيان؟ لا توجد هناك هدنة أو خرق للهدنة، هناك تدخلوا بعض الأهالي في أيام العيد وطلبوا من القيادة العسكرية أن يكون هناك هدنة مدة 72 ساعة، وهناك نحن أبين هم أهلنا وأخواننا وأبنائنا وأبائنا، فلا بد أن نتعاطف في هذه الأيام الكريمة معهم للوضع الذي يعيشوه الردي تحت قبضة ميليشيات الانتقال، وعطيناهم هذه الفرصة. إنما هناك في ترتيبات واستعدادات للعملية أن تكون مستمرة، كما قلت سابقا لا بد أن يحسم هذا الأمر. سيد عادل الحسني، ألا ترى أن هذا التحرك هو يعني له هدف من بين الأهداف التي تحدثت أنت عنها كإنعاش للمفاوضات المتعسرة والمتعثرة المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض فشل وكبر عليه أربعا وصلي عليه ودفن، يعني لا أتوقع أن هناك أي أحداث يعني حقيقي لاتفاق الرياض. اتفاق الرياض كان الهدف منه
يعني إعادة انتقالي بصورة جديدة بين شقة بطن الشرعية وإدخاله فيها وشرعنة الانتقالي. لكن هناك حقيقة قيادات الشرعية لازمنا يعني نعول عليها ونحترمها جدا، أنها عرفت هذه الخديعة وهذا المكر ورفضت أن تنتقل من الشق العسكري إلى الشق السياسي. فهم كان هدفهم من الاتفاق الرياضي أخي الكريم هو الشق السياسي فقط، وهو أن يشرعن هذا المجلس ويكون له حقائب وزارية ومحافظين حتى يكون يعني مجلس معترف به دوليا، لكن لن يسلموا السلاح ولن ينخرطوا في وزارة الدفاع والداخلية، سيبقون على ما هم عليه من الأشياء. فلهذا تخندقت الشرعية بالخطوات المزمنة لاتفاق الرياض، وهو أن يطبق الشق العسكري قبل الشق السياسي، وهنا حصل الخلاف وحصلت هذه المعارك. وأنا يعني حقيقة لا أتوقع أبدا أن الإمارات ومجلسها الانتقالي يقبلون بتطبيق البند العسكري، لأنه يعني عبارة عن نهايتهم وذوبانهم في صف الجمهورية الذي يسعون لتفتيته. هل تتوقع أن تستمر الشرعية في هذا التقدم الحر دون مشاركة أو إملاءات من التحالف؟ والله بالنسبة يا أخي الكريم، الشرعية هنا شق عسكري وهناك شق سياسي. بالنسبة للذين هم في الميدان يعني ليس عندي ذرة من شك أنهم يعني رجال بمعنى الكلمة في الوطنية والعسكرية، وحب الوطن وحب الفداء وحب الجمهورية وحب السلام وحب أن تعود الدولة ومؤسساتها. هذا لا شك فيه أنه ما دام أنه على الميدان لا شك أنه ينتمي للوطن، ولكن هناك وعلى الدوام رد فعل من التحالف إزاء تقدم الجيش في منطقة أخرى، فكيف يأمن من على الأرض هذه الإجراءات وهذه القرار السياسي؟ نعم. القرار السياسي غير القرار العسكري. القرار السياسي الموجود في الرياض لا شك أن هناك يعني تعثر كبير، وهناك يعني ضعف، وهناك أيضا إملاءات كبيرة من المملكة العربية السعودية على القرار السياسي. فالخوف حقيقة لا زال موجود من قضية أي تدخلات على حي. إذن كيف ستتم المواءمة بين هذين التناقضين؟ والله نحن في هذا الابتلاء يا أخي الكريم، نحن في هذا الصراع، فليس لنا بد ولا مرجع من أن نقف ونتخندق خلف جيشنا الوطني وخلف الصادقين، وأن نلوم ونعاتب أي منبطح مع أي طرف كان، ولن نكون إلا في صف الوطن، ولن نكون إلا في صف الجيش الذي يسعى دوما وأبدا باستعادة الدولة ومؤسساتها وحماية المواطن من هذه الميليشيات المجرمة. أختم معك سيد عبد الرحيم بهذا السؤال، كيف لكم أن تضمنوا أن لا يكون هناك ردة فعل من قبل التحالف إزاء التقدم القادم الذي بشرت به بعد تقدم اليوم؟ أنا يعني في نظري وتوقعاتي أنه الأخ الرئيس أعطى فرصة كبيرة للمجلس الانتقالي والتحالف أن هناك يكون حل بالطرق السلمية وتتماشى الأمور على هذا الطبع، لكن ما أكتشفناه وما أكتشفت كل القوى السياسية أنه هناك في طقياد ولا يريدوا إلا ما يملأ عليهم، ونحن هناك نرفض أي إملاءات تكون علينا من أي جهة كانت، لأن الأرض أرضنا وهذول أهلنا وأبنائنا الذي في المدن والذي يعانوا، فعلينا واجب أن نحررهم من هذا الميليشيات، واجب إنساني وأخلاقي إمامنا ومسؤولة يعني ومسؤولية علينا إمامهم. فأعتقد أنه الرئيس لن يتراجع عن قراره وعن في هذا التوجه وعن تحرير هذه المناطق. إذن أنت تؤكد أن الحل أصبح عسكريا. أشكرك السيد عبد الرحيم العولقي مستشار وزير الداخلية، وكما أشكرك عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.